رح نبقى سوا بالانتخابات، متابع معكم ضيفتنا المرشحة المحامية بشرى الخليل بدائرة الجنوب الثانية. أهلا وسهلا فيكي. أهلا فيكي. بداية هيك خلينا نعمل مثل بانوراما المشهد في الجنوب. ايه كيف؟ ليش اليوم عم تضحك؟ كنت بصور أنا. كنت بصور؟ ايه. كيف شايف المشهد؟ بشكل عام مش عن اليوم، من قبل يعني. نعم. كيف من مشهد الكوفي ليلة اللي دخلها ابن زياد هيك؟ ليه؟ الناس كلها كانت ألوف مألفة ناطرة الإمام الحسين وبتحبه بدها إياه، بس فات ابن زياد كأنه على رؤوسها الطير، صابح حالة اكتئاب فجأة. لا صارت بعدين قلوبها معه وسيوفها عليه، نحن إن شاء الله لا يعني. إن شاء الله. ليه فسرين؟ إن شاء الله لا قلوبهم معنا وإن شاء الله سيوفهم بتضل معنا. في حالة اكتئاب عند الناس، تروح تشوف الناس حمدانة. لانه اللي صار بالجنوب كان مثل صدمه يعني، انه طيب في لوائح مرشحه وانتم السلطه وانتم الدوله وانتم القويه وانتم الاقوى وانتم الاكثر يعني، نعم، وانتم اصحاب الهيلمات. طيب اذا هول اجوا بدهم يعملوا زيارات، شو بدكم فيهم؟ اتركوهم يعملوا زيارات. ما كنا الا بالعاده نحن، انا عاملي 4 انتخابات من قبل. عم يمنعوكم تعملوا زيارات؟ كنا نروح نعمل زيارات وقعدات. هي بلشت المشكله لما كنا بشعيتي. نعم. مش عايتي، اجاني دعوه رحت انا، كان لقاء كثير حلو كثير ناجح، وكان فيه يعني فيه من الفعاليات شخصيات الفعاليات الناس المخضرمه، وكان فيه من جيل الشباب عدد كثيف من جيل الشباب. من الشباب. نعم. وهي عم تلفت لي نظري وين ما رحت، عم لاقي اعداد كثيفه من الشباب. يعني الشباب كانوا حاطين املهم بحدا مثلي انا هيك للتغيير. نعم. لقاء مفترض عاده ساعه بالكثير، قعدنا ساعتين. وطبعا الناس عم تشخل او عم تحكي وهيدا، وسالونا وحكينا، وساعه بالتصوير بس، 3 ساعات قعدنا وظهرنا. هالشباب طلعت على الموتوسيكلات وعم بتودعني ونازلين معي على قهوه، هي ضايعه بتفوتي لها بين بساتين يعني بلده شعيتي. وصلنا على الطرف على الاخر تقريبا، الا شوي سياره جاي ونزل منها واحد ومدري شو حامل بايده، وحكى كم كلمه، هي بلدنا بهبر وهي مدري شو هيدا الكلام يعني. هلا طبعا حاشوه مسكوه شيلوه على جنب يعني. بالليل صارت اعتذارات، وقلت لهم خلص قطعت القصه كانه ما صار شيء. ثاني يوم نتفاجئ المواقع طرد بشرى الخليل من الشعيتية. ايه شفناها عم ايه طبعا كذبه كبيره يعني، شو طرد يعني هالحكي؟ قعدنا 3 ساعات بالراحه يعني. هلا طبعا في انا اجاني حدا بعث لي شيء، نعم، حدا عرفته من هو يعني، بيقول لهم سلام اخوان، بلغني منذ قليل ان المرشحه بشرى الخليل في البلده عند فلان بحي كذا، نامل اخذ العلم، بمعنى انه شوف شو بدكم تعمل. تهديد هيدا؟ طبعا طبعا، اعطى الرساله وهو بموقع يعني، بموقع معين يعني بالحركه، وبموقع ثاني فعال بغير شيء. هلا هو كان سببها هي طبعا، هلا بتيجي الاوامر بتيجي، لانه كان الرئيس بري خطب هيداك الخطاب الشهير وقال لن نمد يدنا لمن دافع عن صدام وعن القذافي. عم يحكي عني؟ كلام عني طبعا، عني. شو مين غيري انا؟ طبعا واضحه الرساله يعني. هلا انا ما زعجتني القصه، انا كثير سعدت فيها يعني. سعدت لان عم يحكي عني. وجهها الي شخصي يعني، وواضح انه لما بيحكي عن انه هاي اخطر انتخابات وهي مدري شو، حكى كلام وشوي بيقول هيدا وربط هيدا بهيدا يعني. منيح معناتها إلي حضور قوي على الأرض، ما هو بتجي الدراسات عن الوضع على الأرض من الأجهزة الأمنية، من أجهزة الاستقصاء المعلومات، الأجهزة الرسمية تبع الدولة الأمن العام وغيره يعني، معناتها حضوري قوي على. طبعا عرفت بعدين أنه عاملين دراسة هن عن وضع الأرض، والنسبة اللي أخذتها أكثر حدا من المرشحين بالهيدا، نسبة الناس اللي طالع معهم أنه هيدي مأيدتنا يعني، نسبة عالية تعتبر قياسا على الاخرين. نعم. تقريبا ضعف مرتين عن اي واحد بالاخرين. هلا زعجت انا محله ما بنزعج، انا محله اذا الناس بدها هيك شو عليه بدها هيك، واذا صار في شويه تغيير وفتلوا واحد من خارج الكتله تبعنا يعني شو بصير بالدنيا؟ اذا عندك كتله انت وحلفائك مؤلفه من 20 22 نائب اللي هن يعني 25 ما بعرفش قد ايه 27، إذا إجا واحد من الخارج ليش؟ إذا الناس بدها واحد شو عليه؟ اتركوا الناس تعبر يعني، اتركوا الناس تجيب هي حدا هي بدها إياه، ليش عم تفرضوا على الناس دائما اللي أنتم بدكم إياه؟ أنا محله ما بترك الأمور على طبيعتها وبخلي الناس مرتاحة يعني،
يعني ما انت بعزلنا الزعيم غير الزعام السياسي، ما انت باعلى منصب دستوري تشريعي بيمثل الشعب مباشره وبيجي من قبل الشعب، مش وزير ولا رئيس جمهوريه، انت الشعب منتخبك ورأس سلطة تشريعية جاي، فأنت مفروض تساعد الناس وتستوعب هالأمور وتعرف أنه الناس صرنا بالقرن ال21 ونحن هيدي يعني بوقت العالم مكشوف على بعضه، بوقت ثورة الاتصالات ما عادش فيك تقمع الناس، ما عادش فيك تمارس طغيانك، بيحكوا عن الطغاة هن هو طاغية، ما عادش فيك تمارس هيدا الطغيان أنت بهيدي الطريقة. هلا أنا بعتبرها بالقصر نظر سياسي، يعني انا لو محله ما بعمل الرئيس هيك. بري قصر نظر طبعا شو لك كيف بتفسريها، فسري لي اياها، شو عندها تفسير غير هيك؟ انا محله ما بعمل هيك، انا محله انا المفروض يهمني رضا الشعب، مش هيك؟ ما انت زعيم على الشعب، المفروض يهمك رضا الشعب، طيب بدي امشي عكس السير عن الشعب وبدي اقمع الشعب، بدي امنعه يستقبل اللي بده اياه، يعني لما بتجي ناس عملت لك لقاء بدها تستقبلك وشوي بيجي تهديد من جماعته اللي على الارض انه قالوا لنا جاي لعندكم فلاني ممنوع. طيب بيجوا هول بيبقوا عم بتلفنوا وعم يعتذروا وعم يبكوا من مضايقاتهم، لا قادرين يقولوا لهم لا لهول خايفين منهم، عندهم مصالح وعندهم امور، وهولك بيهدد بيقولوا لك هول بيعملوا اللي عم بيهددوا فيه بيعملوا، وما هور انه عم يكبتوهم. طيب عم تكبتوا الناس ليش؟ اتركوا الناس مرتاح، اتركوا الناس، يكفي هذا الضغط العام اللي عند الناس، الضغط المالي والاقتصادي والوضع المعيشي وكل هالحال المقرفه اللي وصلتوا انتوا الناس إلها. طب كمان عم تضغطوها بهاي، انا محلهم ما بعمل هيك، يعني مطلوب شويه رقي بس هالقد رقي، مش طالبين اكثر، هالقد شويه رقي وخلي هالعمليه تمشي بشكل طبيعي، ما عرشهم مش رح يهتز، نفرض فات واحد نتركه مش رح يهتز العرش، رح تضلوا قوه كبيره انتم بالبرلمان. هلا هيدا شوفي هيدا عامل حاله اكتئاب عند الناس. الناس كثير مضايقه. هلا انا يومية تليفوني بشحن البطاريه شي 3 مرات اوقات بالنهار بشكل متواصل بيرن، ناس كثير ما بعرفها بتبقى عم تتصل انه نحن بدنا ننتخب، شو مطلوب مننا نعمل، شو بدنا، شو كذا يعني وانا باول مره بتصير معي، انا برشح 4 دورات قبل، والفرعيه طبعا بالفرعيه كان في جو شبيه باللي هلا، بس بالفرعية كنت أنا والحزب بوج بعض، كانت رأي المعركة، هن عم يعملوا لقاءاتهم وأنا عم بعمل لقاءاتي، هن أنا علقت صور وهن علقوا صور، جماعتهم بيحكوا معي وأنا بحكي معهم العادي يعني، وكنا معتبرين منافسة شريفة تحت سقف ضمن البيت الواحد معتبرين، لأنه عم نتنافس على المصلحة العامة للناس يعني. كثير حضارية ورأي كانت المعركة بال 2019، هلا انتهت بالشكل اللي انتم بتعرفوه، بس اليوم في همجية بالتصرف. طيب ليش شو اللغة مثلا؟ اللغة تابعناها كمان على اليافطات اللي معلقة مثلا تهدد بقطع اللسان وما إلى هنالك، يمكن جايبتي لنا أشياء معك. إيه مثلا هون هيدي بنحطها. إيه هي باسم حركة أمل ورئيسها خط أحمر. خليني اخذها عنك. الذي يتجاوز سنكسر رقبته ونقطع لسانه. ايه الذي يتجاوزه ان حركه امل ورئيسها خط احمر، الذي سيتجاوزه سنكسر رقبته، والذي يتهجم ويتجرأ عليهم سنسحب لسانه. هيدي يافطه جابتها المتر بشرى تتفرجيها للمشاهدين. ايه في يافطات تانية معلقة انه ممنوع ندخل نحن على هاي البلد، هاي بلدة الرئيس، دولة الرئيس بري وممنوع انتم تفوتوا لها، في كذا بلد محطوط فيه يافطات على اولها بهي الشكل. طيب انت من ايمتى ملكك هاي البلد؟ لما هاي ارض جنوبية مش هيك؟ ملكنا كلنا، اذا الجنوب صار اقطاع لإلك يعني خلصنا من الاحتلال الاسرائيلي، صار عندنا احتلال تاني بشكل اخر واخطر واصعب، يعني اسرائيل محتله جزء من ارض الجنوب، انت لك اليوم انت احتلال محتل الجنوب كله، مصادر العقول ومصادر البشر كلها الموجوده، يعني شو هيدا الوضع؟ بشو بتشبهي؟ صار الاحتلال الاسرائيلي اقوى من احتلاله هو لك، انه شو بيفرق هلا عن اسرائيل بهيدا الاحتلال اللي عامله للناس؟ لا انه هي تضايق على انه حدا يفت لها، هي ممنوع حدا يفت لها، كيف على اي اساس هيك؟ اليافطات علقنا يافطه، انا دائما مستشهد بالدين.
كمان بتسمعوني دائما بالمقابلات بستحضر الدين دائما وبستحضر اهل البيت ببعض الامور انا لانه الاهل البيت عملوا مواجهات كثير كبيره يعني بالتاريخ. اضافه انه يعني انا بطبيعتي بعتبر انا كانسان شيعيين مفروض التشيع انتماء لنهج وسلوك علي بن ابي طالب. وانا ملتزمه بهالنهج والسلوك. كلكم بتلاحظوا انا اوقات يعني لما باخذ خيارات بتبقى كثير خطيره علي انا ومع ذلك باخذها. ليش؟ لانه هذا طريق حق ولازم انا امشي فيه. بتدفعني ثمن بدفع ثمن لانه خيار في اخلاق يعني وخيار في حق. استشهدت انا بكلمه قالها الامام الحسين لما اجى يواجه يزيد بيقول خرجت لطلب الاصلاح في امه جد. هي فعلا كانت الامه الاسلاميه عم تخرب صايره. واجى هو بده يعمل هزه اذا بدك، بده يعمل صدمه، بده بلكي بتكون مقدمه لحركه اصلاحيه، وهي فعلا بعدين صار في حركه اصلاحيه بناء عليه. هاي عملت جنون عنده، عملت هستيريا مش شيء عادي يعني. نعم. كمان الكاميرا خلينا ناخذها. بس ليش؟ لانه استخدمتي كلام ديني؟ لا، لانه الكلمه بتلبقني. يعني انا مش حدا تاني عم بقول، مش حدا فاسد وعم بقول خرجت لطلب الاصلاح، انا فعلا انسانه مصلحه. يعني تخيلي قايلتها مثلا السيده رندا بري هاي الكلمه، بتضحك الناس تعتبرها نكته يعني خرجت طلب الاصلاح. بس انا عم بقول خرجت طلب الاصلاح، هيدي كلمه محلها. بس هيدي اليافطه اللي استفزت، انا مش عم بفهم يعني، معلش فسري لنا اكثر، هل لانه كلام ديني يعني قالوا انه عم تستخدم شعائر دينيه؟ عم لا، ما كلهم بيستخدموا. ما بتسمعي انت بالعاشوره هي هات من الزله، ما بتسمعي هيدي الشعارات، شعارات الحسين. نعم. ايه، ما بين السله والزله، وما بين، في كثير شعارات بهيدا، او مثلي لا يبايع مثلك شو قال له الحسين، الامام الحسين ليزيد، في كثير شعارات بالعاشوره. نحن لما عم نقرا العاشوره على مدى من 1300 سنه، 1400 سنه لليوم، و1500 سنه لليوم، بنقراها مش 10 ايام بالسنه. نحن بنقرا مجالس العاشوراء بكل عزا، كل حدا بيموت بيقروا مجالس عن الامام الحسين. نعم. يعني في عمليه تثقيف دائم ومستمر بهذا المجال، الناس كلها حافظه الشعارات هيدي. فلما تيجي تحكي مع ناس انت بتستخدمها، كل الناس تستخدمها هيدي الشعارات. وانا استخدمتها بشكل طبيعي وعادي وبتلبق لي. يعني انا اللي مثلي بحق له يحكي هذا الكلام، بيطلع لي احكي يعني. يمكن لأن لبقت زيادة ما حبوها شيء، شو عملوا؟ أو بتأثر بس بالناس خزقوها، هيدي هي صارت هيك. انشالت كليا يعني. ايه، انشالت كليا، انشالت كليا. ما بعرف إذا هيك الكاميرا عم تقدر تاخذها. أوكي، هيدي الثانية. بس كمان صار في حملة ليكي على مواقع التواصل من ورا هيدي اليافطة كمان. ايه، ما هن شو بيقولوا؟ ما هي في جهل. أنا بالصراحة ما كنت بتخيل نسبة الجهل عند جامعته هالقد، ما كنت متخيله انه هيدا الشعار مش مفروض يستعمله الا الامام الحسين. صاروا يردوا عليهم يعني بمواقع التواصل، بتلاحظي 80% كانوا ضدهم، لنقول 20% عم بيقولوا انه هيدا الشعار للامام الحسين مش لازم حدا يستعمله. طيب هي هات من نزل، ما كل النهار بتستعمله الناس هيدا الشعار، في كثير شعار بتستعمله، وردوا عليهم بهي الطريقه. نعم. ما هي الشعارات كلنا بنستعملها شعارات عاشور. حتى يوم العاشر بتبقى على اليافطات وين ما كان، بالشوارع، بالضاحيه، بالجنوب، وين ما كان مكتوبه هاي على اليافطات وعلى الارمات وين ما كان، وبترددها كل العالم. هلا رجعوا بعد منها شو عملوا؟ عملوا هيدي، وزعوا. كان قبل عاملين شيء في تهديد بالاطلاق الرصاص، انه رصاصتين على اوضتها. بدوكي بالقتل يعني. ايه، قنبله بسيارتها. هي عملت دعوه فيها انا بالنيابه العامه ببيروت. خبرينا عنا اكثر. هيدي اول تهديد صار. شو صار؟ هيدا تبين اللي عمل هيدا التهديد واحد بشرطه مجلس النواب. اف، ايه ايه، بشرطه مجلس النواب. اكيد حضرتك من هالموضوع بشرطه مجلس النواب. ايه، مش رح اقول لك اسمه، عرفنا اسمه، اخذنا رقم تليفونه كمان. بشرطه مجلس النواب، وبيجي مع الرئيس بحرس عين التينه. الشاب عنده مش موقع، ما عنده مثل مجموعة جروبات على الواتس أب هو بديره. نعم. اسمه كذا نيوز، البي نيوز. نعم. هو حط اسم هيدا، حط عيلته بالاسم. طبعا قدرنا نتوصل له، في تحقيق هلا عم تحقق شو عم المعلومات. شو قال؟ قال بده يبعث لك رصاصتين. نزل باسم مستعار انه رصاصتين على اوضتها،
قنبلة على سيارتها، قنبلة صوتية قال على سيارتها، مش عارف شو هددوا به هيك شيء يعني، هيك اشياء. هيدي طبعا اعتبرته تهديد انا العادي يعني، وعملنا الدعوة فيه، والدعوة قيد التحقيق. هيدي اجت بعد قصة الشعيتية. طبعا بيحكوا كلام، انا بتفاجئ اوقات انه بعلمي انتوا عم تقولوا تلاميذ الصدر، وعم بتقولوا في فريق بسمي حاله الصدريون. الكلام المبتذل اللي بتحكوه ما بيلبق لمدرسة السيد موسى الصدر. انت اذا من هاي المدرسة لو عندك خصم بدك تحاربه بشرف، حتى يعني ما فيك تكون سباب شتام، لانه هاي مش مدرسه السيد موسى الصدر اللي بكون سباب. قول مدرسه نبه بري تفهمها العالم، قول نحن البريون، فيش داعي تقول نحن الصدريون. مهم الفاظ كذا، عم بتحضر لزياره الزريريه وصريفه والخرطوم ومدري وين ودير الزهران وكذا، وطبعا تهديد بعدم استقبال انه ما تحرجونا، ما حدا يحملنا من هلا، عم ننبهكم يعني للناس ولعنا يعني. نعم. هيدي كمان كانت موضوع مع مجموعه الاشياء الثانيه على هيئه الاشراف، رفعتها كلها هيئه الاشراف مع مستنداتها. رفعت شكوى لوزير الداخليه، بعت نسخه عن الشكوى لوزير الداخليه اللي فيها مستندات، بعت نسخه عنها لكل السفارات العربيه والاجنبيه المهتمه بموضوع الانتخابات. نعم. يعني السفارة الفرنسوية، الألمانية، البريطانية، الأمريكية، السعودية، القطرية، الكويتية، السورية، الإيرانية، بعت نسخ منها لكل هذه السفارات لفرجوهم شو اللي عم بيصير. وفي رح يصير حديث عن نيويورك تايمز كمان عن الموضوع، هلا عم بيجمعوا المادة هم. نيويورك تايمز تعرف بدققوا كتير يعني، ما بيكتفوا انه انت عم بتقولي، بيدققوا هن، لانه نيويورك تايمز معروف عنها انه اي واقعه بتنذكر فيها بتكون 100% صح، لانه هي بتدققها. طيب انت رئيس بري فت بالمعركه معي وانا عم فوت بالمعركه، بس انا هون عند اذا انت ليش توصلنا لهون عظيم، بس انا هون عندي سؤال اذا بتسمحي لي، بتعتقد الرئيس بري يعرف كل هذا؟ طبعا، ما هو اللي حكى، ما هو اللي عطى الاشاره. اوكي، هلا ممكن يكون معتبرك انه مثلا خصم بالسياسه، خصم على لائحه انتخابيه كذا، بس ممكن انه هو يكون عارف بها انه تهديد بشار خليل بالرصاص. كلهم عارفين، كلهم عارفين. لا لا ما تخيل غير هيك، هو مش يعني هو هيك، هو ما بيزعل منه. طيب ما كانوا عم ياكلوا قتل الثوار وجماعه الحراك قدام عين التين، ما مش عارف انه عم ياكلوا قتل من العسكر تبعه قدام عين التين، وجاب لهم شباب من غير مناطق، جمع شباب ونزلوا قتل بالعالم، مش هجموا عليهم بسور وقت الحراك كمان، هجموا على الناس اللي خزقت صوره، هو هيدا عقله هيك، بعرفش شو هالحكاية. لا كلهم بيعرف، كلهم بيعرف. طيب ست بشرى، هل تثقين بالجنوبيين وخيارات الجنوبيين؟ ايه 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 ايه، لا لا اقول لك، شعب الجنوب بالزمانات صار فيه شغله بتشبه هلا، في ثلاث عائلات كانت ابا عن جد عم تاخذ النيابات بمنطقه صور بقضاء صور، بترشح شاب اسمه دكتور علي الخليل اللي صار وزير ماليه بعدين، دكتور بالاقتصاد، استاذ محاضر بالجامعه الامريكيه، شاب متعلم مناضل قومي عروبي وطني، الشباب كلها بتمشي معه، فجأة بينجح قدام أكبر ثلاث عائلات سياسية بالمنطقة، يعني بيت الخليل، بيت صفية الدين، بيت شرف الدين، بينجح الدكتور علي الخليل مقابل هيدي العائلات، يعني أهل منطقة صور شبابها مثقفين، هالشخصيات المحترمة فيها قدرت تطلع الدكتور علي الخليل، مع إنه هاي الدورة كان ما كان معتقد هو ذاته إنه يربح، لأنه بيعرف معركته مش سهلة يعني. فقدر يربح، والمنطقة هي صوتت له وطلع، وصار من أهم الوزراء فيما بعد يعني. بتعرفي أنت، ما بعرف إذا بتعرفي أو بيحكوا لي، الوزير علي الخليل بقي وزير مالية شي 20 سنة، ما علينا ديون أيامه. ولما توفى أثر حادث هو وزوجته، لأنه مشتري سيارة مستعملة مركبة تركيب فكت فيهم هنو على أوتوستراد خلدة، السيارة يعني ما عندوش إمكانية يشتري سيارة من الشركة. مالية، هو وزير مالية. قارني بين هالوزير المالية ووزراء المالية اللي اجوا بعدين. فالشاهد يعني هلا المنطقة انها تعمل تاخذ موقف مش جديد عليها. لا مش جديد، ممكن تاخذ موقف.
هلا استطلاعات الرأي ما عم تسمعوا فيها يمكن كإعلاميين، عم ينحكى عن خرق. لما بينحكى عن خرق بيقولوا بالدايرة الثانية، يعني الدايرة اللي نحن فيها ممكن يصير خرق. هلا نحن معركة ماشيين فيها، وأنا مش من الناس اللي بيوقفوا على البر بيقولوا لازم يصير هيك وبيقعدوا بينتقدوا اللي عم يحصل الأخطاء يعني. فبدنا نحاول نحن نقدم نفس، بتلاقي حالك عندك الكفاءة التامة لتلعبي هيدا الدور، المفروض تقدمي نفسك، إلزام وطني أنا بقول تقدمي، أنا مقدمة نفسي. نعم. هلا صار صار ما صار أنا بكون ضميري مرتاح إنه عملت واجباتي اللي علي أنا بعدين. هلا الناس انتخبتني وما وصلت الأصوات أو الناس ما انتخبتني أو شو، المهم أنا قدمت نفسي يعني وعملت اللي بسوى أعمله. خايفة من عملية تزوير؟ عم تقولي لي الناس انت إيه؟ أكيد أكيد. شو مش صايرة بعد؟ طبعا من 92 التزوير كان شغال، 92 على نطاق واسع أقول. ما كانش في بس هي ثورة الإعلام، بس هلا هن عملوها بالبلديات. بلديات آخر وحدة بالبلديات. نعم. ما بالعين كمان صار في تزوير؟ إيه طبعاً، انسرقت صناديق وتغيرت. أف أف. طبعاً شو لكان؟ طبعاً بتصير. أضف إنه بيأثروا على إرادة الناس. يعني الناس اللي جاية تنتخب أو أحياناً عم بفوتوا معها. هلا بيقولوا لك في لجان وفي في مسؤولين الدولة وفي رؤساء أقلام وهيدا. ما هو بيبقى بيعتهم، ما هو بنقيهم. من اللي بيبعتهم؟ حتى الأجهزة الأمنية اللي بتجي بيكونوا مختارينها هن. مش بيقولوا بده يطلع بكره الجيش وبده يطلع مدري مين ومدري مين، بحب نقيهم هو. هو بنقي مين الضابط وأي فرقة اللي بدها تطلع. هلا عندك شغلة قصة الكهرباء. يعني الكهرباء على أساس في بدهم يتعاقدوا مع شركة لحتى تأمن المولدات لحتى تأمن الكهرباء. رجعوا صرفوا النظر لأنها مكلفة، قالوا البلديات. طيب البلديات من هي بجنون؟ يا امل يا حزب الله. طيب هيدي شو بيمنع تنقطع الكهرباء بالليل بالمطارح اللي يشعروا بالخطر فيها او يشعروا انه في حدا يمكن ياخذ شويه اصوات من طريقهم؟ خايفه من هاي النقطه. من بيحصل ايه؟ لانه كمان بيزعموا المندوبين. يعني نفرض انت عندك مندوبين على كل الصناديق، هلا هن عم بيهددوا المندوبين. كل ما اتفقنا ببلد على مندوبين بتلاقي اجاهم تهديدات، بيجوا هالمندوبين بيعتذروا منك. اف عم هيك عم بيصير؟ عم بيقولوا لك المندوبين عم بيصير؟ مش معنا مع كل القوائم اللي بجنوب كل اللوائح عم بيصير معها هيك شيء. في ضغط عم يتمارس، ضغط قوي مش عادي يعني. هلا هن مقابل هالشيء الناس اخذه موقف سلبي منه. يعني عم بيروحوا حسب ما بيقولوا لنا بيجوا بدهم يعملوا قعده بهيدا البلد او بهيدا البلد. عم يجوا يحضروا بس المحاسبين، ما عم يجي جمهور ناس يحضر، ما عم تيجي فعاليات تحضر الا اللي هن تبعن له. طيب يعني لقاءاتهم مش عم بتكون شعبيه لا. طيب بتعرفي هلا بدنا نحكي عن الشباب وشو بتقولي للشباب، لانه قلتي لي انه العنصر الشباب لافتك حضورا بلقاءاتك وهيك، ولكن للجنوبيين بشكل عام ليلي رايحين ينتخبوا يوم 15 ايار، وبدنا نحكي كمان عن المنتشرين لانه صوتهم كمان مهم كثير. شو بتقول بشرى الخليل للجنوبيين يلي رايحين ب 15 ايار ينتخبوا؟ عندهم خيارات، طبعا بكل المناطق عندهم خيارات، بس انا بدي اقول لهم لاهل الجنوب. نعم. انه انتم قتلتوا اسرائيل وما فزعتوا منها، انتم حررتوا ارضكم من اسرائيل بقوه الساعد، ساعدوكم بعض الاصدقاء من سوريا ومن ايران ومن غير، ولكن انتم اللي حررتوا، انتم اللي حطيتوا الدم. ومع ذلك كانت مكافاتنا نحن مش كجنوبيين لكل الشعب اللبناني هي كهرباء ما فيه، مي ما فيه، دواء ما فيه، مستشفى ما فيه، تعليم رسمي محترم ما فيه، الخبز مش متوفر هلا، وكل يوم في عنا نحن خطر من انه ينقطع الطحين وينقطع الخبز. الكيلو البطاطا اللي هو اكل الفقير صار مش بمتناول الناس. هيدا كله بدكم تشوفوه انتم رايحين تنتخبوا. هيدي الناس اللي هلا بالسلطه هي وصلتكم لهون. يعني انتوا عندكم مجلس نيابي فاشل، ولانه لو ناجح المجلس النيابي كان استعمل دوره كمراقب للسلطه التنفيذيه. على فكره هي وحده من اللي خزقوا لي اياها اليافطات، نراقب ونحاسب، لانه هيدا الدور كان مشلول كليا بالمجلس النيابي. يعني كانوا يشرعوا، يعني ما شيلوش الزير من البير بتشريعاتهم، يعني التشريعات الرئيسيه الاساسيه اللي رد المال منهم مش عم يعرفوا يعملوه، او للكسب غير المشروع او الى اخره، الاسراء غير المشروع. هيدي
دور اللي بتراقب فيه الحكومة من أيام 92 وجاي، ما تراقبت، ما تحاسبت الحكومة، ما استدعت شي مرة وزير وتحاسب، ما استدعت الحكومة شي مرة وقالوا لها ليش، شو هي هاي سياسة سندات الخزينة، شو هي هاي السياسة المالية اللي عم تتبعيها، ليش عندنا 50 مصرف بلبنان وبالبلاد العالم الدولة اللي قد لبنان انجا عندها 3-4 مصارف او 5 مصارف، بالكثير 5 مصارف بيكون، هيدي لعبة المال اللي عم تلعبيها ليش، لوين ما اخذتنا، سلم الاولويات بعملية النهوض الاقتصادي وين وشو عملتي، ليه تحولنا من اقتصاد منتج لاقتصاد رائع، ما حدا حاسب ولا حدا، ليه ضعفت التعليم الرسمي الوقت المدرسة الرسمية هي الجامعة لكل اللبنانيين، والمدرسة اللبنانية هي اللي خرجت الأجيال على حل، صحيح لأنه صحيح. كانت أقوى مدرسة بلبنان وكان مستوى التعليم كتير عالي بلبنان، فليش هالسياسات كلها عم تعمل، ما حدا حسبها لو وصلت لهم، فإذا بتحمل مجلس النيابي مسؤولية مع الحكومات المتعاقبة اللي وصلت البلد لهون. بتجي بتقولي لي في كتلة نيابية كانت ناجحة بدورة اللي استلموا من 92 لهلا، لا ما شفنا، نحن شفنا في هلا خلينا نحكي بالجنوب، بالجنوب نعم، انتم فاشلين، كنتوا فاشلين فاشلين، خاصة انه رئاسة المجلس النيابي هي من عندنا من الجنوب، يعني انت يا رئيس المجلس النيابي اللي انت قوي بكتلة كثير كبيرة كانت عبر تاريخ المجلس اكبر كتلة بالبرلمان، انت اكثر واحد كان فيك تحاسب، اكثر واحد كان فيك تراقب، مفروض لما بصير في اخطاء انت اللي بتدق على الطاوله اول واحد، لازم عندك السلطه انك الطالب، ما طلبت بشيء، هلا جاي بدك اصوات الجنوبيين وبالقوه وغصبا عن راس الناس بدك اياها، وممنوع حدا تاني يترشح بوجهك، وممنوع حدا تاني ياخذ اصوات، عنده هي قصة كسر الناس، بحبوا يكسروا الناس هن هيك، وانتقام هي الروح عنده اياها كثير قوية هو. طيب انتوا جنوبيين قبلانين تتعاملوا مع هذا الانسان؟ قبلين تتعاملوا بهي الطريقة؟ مش اصول. فيا ولاد الجنوب اللي قتلتوا اسرائيل، ولاد الجنوب القبضيات الشخصيات المحترمين اللي تاريخكم ضارب باعماق التاريخ، مش تاريخكم ابن امبارح، عملونا طايفة بلا تاريخنا، انه طايفتنا انه تاريخنا بلش من عندهم وجاي. لا نحن تاريخنا ضارب بالاعماق، يعني كل عمره سور لما ثارت على الاسكندر من ايام الاسكندر وجاي، يعني وقبل الاسكندر ما بنعرفش هيداك التاريخ اللي قبل، بس كل عمرنا رواد ما بين بالتاريخ القديم او بالتاريخ الاسلامي او بالتاريخ الحديث، كل عمرنا لنا موطئ قدم بالتاريخ نحن خاصه الجنوب، وكل عمره الجنوب من اهم الحواضر العلميه والثقافيه على البحر المتوسط، وكل عمره ميناء سور من اهم الموانئ بالحركه فيه على البحر المتوسط بال1800 وال1700 وبهديك الايام اهم ميناء كان على البحر المتوسط، فانتوا يا اهل الجنوب لهيدا تاريخكم وهيدا مستواكم، هي فرصه لكم لحتى ما تشاركوا بعمليه التزوير، لانه انت لما تصوت لحدا بتعرفوا انه مش مؤتمن انت عم تشهد بالزور، هي مثل شهاده الزور عند ربنا يعني. ف يعني انا بتكل على مستوى الوعي عند الناس، يعني اولاد الجنوب حتى اللي مش متعلم فيهم عنده مستوى وعي، فانت قادرين تميزوا الصحه من الغلط، قادرين تشوفوا مين بين المرشحين الاخرين ناس عندها قدره وعندها الكفاءه وعندها المتوفر فيها كل المعايير اللي تجعل منا نواب ناجحين بالبرلمان، اذا قدرتوا تغيروا واحد او اثنين او ثلاثه مش حيأثر على هيدي الكتل الكبيره او اللي مسمين حالهم زعمائنا، يعني مش حيأثر عليهم، وبالوقت اللي بتكونوا عبرتوا عن حالكم وفرضتوا على هيدي الناس اللي عم تستغلكم الى كل هاي السنين ومش سألاني عنكم مش محترمه ارائكم، يعني انت بتطلع انت بعد هول السنتين بس الاخيرات بديش اللي قبل اجت نفس الاسامي، طيب ما هيدا انتوا يعني انتوا شو عم تقولوا للناس؟ ما نحن رايكم ما بهمنا، انه نحن مش معنيين فيكم، نحن بنختار وانتوا بتقبلوا بخياراتنا بدكم تقبلوا، يعني طيب ما بتحترم الناس، طيب يعني الناس كلها انجرحت، يعني بيجوا بيختاروا ناس يعني عليها شبهات، مش هيك؟ عليها شبهات ومطلوبه للقضاء، اختار ناس عليها شبهات بالموضوع المالي، يعني في بتطلع بهاي الخيارات، طيب انت احترم بس هيدي القاعده الشعبيه الكبيره اللي جاي عم تفرض عليها رايك، بس احترمها وعدل شوي، اضف انه شركوا الاخرين ليش بس محاسبين؟
ليش؟ طيب أنا بدي أسألك سؤال متعلق هيك شوي مثل ما بيقولوا حساس، لأنه ثمت من يقول أنه بالجنوب تحديداً في خط سيادة، في خط قتل إسرائيل، في خط وقف بوجه العدو، في خط دفع دم، كل من ينتخب غير هذا الخط إنما عم يعطي فرصة لناس أكيد مش مع إسرائيل ولكن ضد هذا الخط، ضد لا. الخط المقاوم لا. ما أين بشرى الخليل من المقاومة؟ لا بدك تفصلي هون بين المقاومة وبين السياسة الداخلية لحزب الله. أنت عم تقصدي حزب الله طبعا. هلا بالنسبة لي ما فيش داعي أحكي شو بيعني لي أنا، الناس كلها بتعرف شو بيعني لي يعني، ويا ما عندك هون بالاستوديو عندك وعند زملائك أنا يعني محامي دفاع شرس. مش بس بموضوع. أنا حزب الله، أنا لا أقصد فقط يعني. حزب الله، كل من قاوم العدو الإسرائيلي. اللي قاوم العدو الإسرائيلي حزب الله. حزب الله، من الجنوب حزب الله. غيره لا يعني. يسمح لنا إذا عامل حاله بطل مقاوم مش بطل مقاوم. ما عندها حركة أمل فضل بهذا الموضوع. لا كانوا مقاومين بس هو قعد المقاومين حركة أمل كلها ببيوت. ما بقي حدا من الشباب المقاومين اللي كانوا بحركة أمل. بقي موجود كلها همشة وكلها قعدت ببيوتها وما عاد إلا دخل بشي وجاب الناس الثانية عبى الدولة وعبى الوزارات عبيها من هيدي لما دخلوا الميليشيات بإدارات الدولة هو غيره يعني وخربت الإدارة خربت هو كل الأحزاب كل الميليشيات كل طائفة عندها ميليشيا خاصة دخلوهم بالدولة وخربوا اللي خربوه بالإدارة يعني وصار لو حملوا الدولة عبء معاشات ورواتب لناس غير منتجة هذا موضوع تاني ولكن الكادر المقاوم نعم. بحركة أمل اللي نحن بنعرفه كله شي راح وشي مات وشي قاعد ببيوته يعني ما عاد لهم موجودين يعني اللي قاتلوا بمعركة خلدة ولا واحد منهم هلأ موجود بالقرار السياسي حد الرئيس برش ولا حد منهم اللي قاتلوا إسرائيل ببدايات الدخول الإسرائيلي ب82 في اسم منهم استشهد وفي اسم تاني قاعد بالبيت لا شغله العاملة هلا ولا له أي دور مش عاطينه أي دور بالهيدا ولا أي موقع بالحركة حتى مش عاطينه يعني بقية الناس التانية الانتهازية والمستفيدة أو القوة الضاربة إذا بدك هلا المقاومة هي حزب الله ما فيش نقاش فيها هاي يعني نعم طيب ليه يقول المقاومة لقلك يعني في هلأ طروحات عم تطرح كتير عالم موضوع سلاح المقاومة نعم انه نحن مش بحاجة له هلأ خلاص المفروض يندمج مع الجيش او تلاقوا له حيلا حل انا ضد هذا الطرح هذا الطرح كتير خطير لانه نحن بعدنا بلدنا عم يتركب هلأ يعني نحن عنا ارض حررناها صح بس مين بيضمن انه ما ترجع اسرائيل تحتل هاي الارض في حال نزعنا سلاح المقاومة نحن أو بطل عنا مقاومة حررنا السلو السلو كانت محتلة من إسرائيل طيب مين بيضمن أنه إسرائيل ما ترجع تحتلها وتاخذها الجيش لا لا معليش معليش يعني هلا انا ما بحب دائما انحط بمطرح كاني عم بحكي على الجيش نعم هيدا جيش بس انا عم بقول لك الاخرين شو بيقولوا لا بيقولوا اول جيش ما بيقدرش اول دوله اول مؤسسات ما بيقدر معليش ما كان عندنا دوله ومؤسسات دوله عظيمه كان عندنا نحن يعني ايام فؤاد شهاب وبعد منه وقبل منه كان عندنا دوله حقيقيه ليه ما استرجينا نقول انه عندنا ثروه ما كانت ثروه مبينه غسان قنصه من اينتا حكى من 50 سنه حكى عن الثروه اللي عندنا ما كانوا يسترجوا يعترفوا انه عندنا ثروه لانه ممنوع نستخرجها نحن ثروتنا وكنا ناكل قتل كل يوم من اسرائيل مش اي فتره ما اكلنا قتل من اسرائيل نحن يعني ما وكان عندنا جيش قوي هلا جيشك بلا سلاح جيشك ولا دائر قائد الجيش من بلد لبلد بس ليجيب اكل ليطعمي جيشه انت مش شايف المحنه اللي فيها الجيش اليوم كيف بده يقاتل اضف انه الحرب مع اسرائيل ما بدها جيش نظامي ما كلنا بنعرف الجيوش النظاميه ما قدرت توقف بوجه اسرائيل لانه جيش ضخم الجيش الاسرائيلي يعني لا المصري ولا السوري ولا العراقي ولا اي جيش نظامي عربي قدر يوقف فالجيش اللبناني بوضعه الحالي بوضعه اللي فيه مؤامرة عليه بديش أقول لك وضعه مزري كله أنا بآمن بالعسكري اللي عنا بآمن بالضابط اللي عنا وبآمن بطريقة إعداد العسكر عنا وطريقة إعداد الضباط ولكن وضعه كتير بائس بالظروف المحيطة فيه هو وضع جميع اللبنانيين لا لا بس هو كمان ما هيدا عسكري ما هيدا فيه مهمات مطلوبة منه ما فيك تجوعي ما فيك تضايقي بمعيشته ما فيك بالبنزين متضايق بكل شيء بكل شيء بالطبيب ما عم بيضايقوا بالطبيب في مشكله كبيره في عنا ازمه بكل الاحوال بكسر شعره ادب اذا بدنا نقول الجيش كفيل بهذا الملف لا مش الجيش
كفيلة فيه المقاومة، لأنه اليوم أنت عندك هيدي هلا المفاوضات على قصة ترسيم الحصص، ترسيم الحدود والحصص وين قلنا نحن وين لفلسطين تابع لفلسطين. طيب هيدي إذا ما عنا نحن قوة المقاومة حدا بفاوضنا أصلا؟ ما بفاوضونا من أساس وبياخذوا اللي بدهم إياه وما بنقدر نسترجع نرفع عيننا فيهم. هلا الكل حاس بحساب للمقاومة، حتى الشركات الأمريكية، الشركات الأمريكية إنه نحن إذا ما اتفقتوا مع لبنان ما فينا نجي ونعرض حالنا للخطر. طيب يعني هيدي لتيجي تقولي هلا بهاي اللحظة الصعبة اللي البلد هالقد بحاجة للمقاومة، تعي نزاع سلاح المقاومة قولي لها خلص شكرا ارتاحي أنت ما عادش نحن بحاجتك، لا نحن بحاجتك. أضف عملت لك قبة أمنية فوق لبنان المقاومة. يعني المظلة الأمنية اللي عملتها، طيب كل يوم عم بتنط من فوق راسنا إسرائيل وعم تضرب سوريا، ليه مش عم تضرب عنا بلبنان؟ فيها حصان يضرب، هاي الحصان من من جاي؟ جاي من المقاومة. فهذا الطرح أنا ضد، بس إلي اللي أنت مرشحة ضد، نحن ما بنترشح ضد، نحن بنتنافس منافسة شريفة. ما هن لما بيعملوا أنتوا عندكم بالتيار، مش عندك معرفش اذا انت تيار اي انا تيار ايه بالتيار. طيب ما عملوا انتخابات داخليه ليشوفوا مين اللي بيختاروا للنيابه؟ لانه المحاسبين كلهم بدهم يختاروا المرشح تبعهم. كانت منافسه شريفه تحت السقف الواحد ضمن البيت الواحد، نفس الشيء النيابه منافسه شريفه ضمن البيت الواحد مع حزب مع المقاومه مش مع هوليك مع حزب الله. طب ليش ما اختاروك الحزب تتكوني على لياحتهم؟ لانه في الرئيس بري معهم؟ هو ما تحملنيش بمقابله بالمنار، ما كلكم بتعرفوا شو صار، انا بتطلعش. طيب فهلا يعني بتقولي بتاخذيه للحزب ليش عم بيوافق معه؟ انا ايه باخذ وبعتب يعني اكيد تعتب على الحزب اكيد كثير عتب عميق مش شوي يعني، بس لانه مش اصول هالقد يتركوا يسيطر عليه. طيب ما انت مش عم تفرض عليه نوابه ومرشحين، ليش عم تخليه يفرض عليك مرشحين ومرشحينك انت؟ انت حر تختار المرشحين اللي بدك اياهم، مثل ما هو حر يختار المرشحين، قدرت تفرض عليه شيء مرشح انت؟ او قدرت تحط فيتو على شيء مرشح عنده؟ ما عم تقدر، ليش سامح له؟ ما الحياه تبادل يعني. شو بيعني لك السيد حسن نصر الله؟ على المستوى الشخصي؟ على مستوى كل شيء، شخصي وسياسي. لا خلينا بالاول على المستوى الشخصي. نعم. له مكانه بقلبي ما حدا حاصل عليه. حقيقه يعني، اذا بدك تقولي لي مين يعني شيلي اهلي من الداء، هو بهيدا المكان الكبير وبهيدا ايه طبعا. نعم. طبعا طبعا طبعا. نعم. بحاجه له نحن ايه؟ بحاجه له، بحاجه لقيادته للمقاومه ايه؟ بحاجه. بتقولي لي على المستوى السياسي بقول لك عندي ملاحظات. مع تقدير العميق لسعة إدراكه لحكمته لعقله الضخم لكل شيء يعني، ولكن طبعا ما حدا معصوم، نحن معصوم 12 إمام بس والباقي كله مش معصوم بالكرة الأرضية يعني. ففي شغلات بالسياسة غلط عم بتكون. مثل شو؟ بديش إنكا جراح أنا يعني هلا يعني يعني عندك مثلا ملاحظات على اداء نواب حزب الله انمائيا بالجنوب؟ لا النواب لنا كثير ملاحظات، انا عم بحكي عن السيد كقائد لهيدا الناس. انا محله بغير خياراتي بالنواب. هو قال صاروا مدركين وعارفين الملفات وصار عندهم خبره، هذا معلش يعني مش هيك المعايير، معايير اختيار المرشحين مش هيك، في معايير ثانيه لاختيار المرشحين. المرشح يعني لحد هلا ما عندوش ولا رجل قانون بالمرشحين. فوتوه بمشكل كثير كبير لما حكوا انه قادرين نحارب الفساد وخلوه يطرح شعار الفساد لحمل الانتخابيه سنه 2018. وانا وقتها ذهلت لما سمعت السيد عم يحكي هيك، انه فكرها هيني هاي القصه، انه بده يصطدم، يصطدم بجدار يعني، واصطدموا فيه بعدين. هلا التبريرات بعدين انه ليش ما كمل وليش ما نجحوا، انه نحن سلمنا الملفات للقضاء. لمين سلمته؟ للمدعي العام المال. المدعي العام المال مش قادر تمون عليه يشتغل صح؟ المدعي العام المالي منك وفيك، ما جابوا حليفك، ما صديق حليفك ومحسوب على حليفك، ما قادر مثلا اذا بدك. فكان التبرير غلط،
بالهيدا في شغلات عم بتصير. انا لو نائب بالبرلمان ما بخلي السيد يفوت بهذا الملف، بنفوت فيه نحن كنواب. ايه بنحكي بنطرح بنقاتل بنحارب بنوصل الامور للاخر. انا ما بكتفي انه حيله للمده على عمل المال واترك له اياه واجي. انا عندي ملف كل يوم تلف، كل يوم بروح، كل يوم بسال ملفي وين صار، وبقعدوا على ايدهم انا انه هيدا ليش بعده ما مشيش، هيدا وين العقد فيه، بنركض بنساعد بحل العقد. هيك الملفات بتنشغل. والا كيف بيربح قضايا الانسان عند القضاء؟ بدنا نتابع نحن، مش بنسلمه بنروح بننام نقعد على حرير. لما الملف فيه مستندات والمستندات قاطعه وجازمه، زدت له اياها من 4 سنين 5 سنين لهلا وبيجي وبقعد بالبيت انه هو ما عملش ما اشتغلش، بده يشتغل غصبا عن راسه. ليه بدوش يشتغل القاضي؟ ليه المدعي على العام المالي لما بتجيب له ملفات بهذا الحجم اللي عم بتقول فيه انه ما ادري شو بتعمل هاي الملفات، ليه بدوش يشتغلها؟ ليه؟ هلا في مدعي عامل رئيس طنوس هي عم بيلاحق المصاري. نعم. عم يبلي احسن بلا. عنا مدعيه عامه كمان مش ماليه، مدعيه عامه استئنافيه كمان مقصره، هيها فايته بفايته بحرب على كل الجبهات وعم بتحقق انجازات، ورح يجي وقت الناس كلها تشكرها على اللي عملته، لانه فعلا بلشت تضيق يضيق الخناق حول حاكم مصرف لبنان وحول مجموعه المصرفيين اللي هن ورطوا لبنان بهذا الوضع. انه في طيب المدعي العام انا بدي سلمه ملفاته ما يشتغلها او يحيلها لقضاه والقضاه ما يقدروا او ما فيهم ليها لانه هيدا الملف معلق بهيدا المسؤول او بابنه او بخيه او بجده او بمرته او ب يعني. اذا وصلت بشرى الخليل على صدة البرلمان، شو اول ملف؟ بما انك عم تحكي عن الملفات، شو هو اول ملف اذا بدك نحكي برنامجك بشكل عام، ولكن هيك الاولويات؟ بالاولويات عندك انت شغلتين مربوطين ببعض، محكمه استثنائي، محكمه لمحاربه الفاسدين، محاكمتهم. نعم. مش محاربه، محاكمه الفاسدين، وموضوع رد المال العام، هيدا المال اللي انسرق سواء مال المودعين او المال العام للدوله، لانه نحن اللي عم ينحكى مبالغ بالمليارات، يعني بتتجاوز يمكن ال 200 مليار او 200 ما بعرفش قديش الرقم، ولكن مبالغ ضخمه بالنسبه لبلد مثل لبنان. المليار بيعمل ازمه طبعا. طيب لما مبالغ بهذا الحجم بده تكون اولويه، نحن كيف يعني؟ انا مع التدقيق الجنائي يوصل للاخر، مع كل حدا متورط واخذ من هيدا المال او مدهر اموال لبرا او متورط بافعال تعتبر جرميه بحسب القوانين، مع ملاحقته مع العمل من اجل رد هيدا المال والتعاون مع الدول الاجنبيه اللي فيها هيدا المال موجود سواء سويسرا او بريطانيا او اي بلد اجنبي اخر. هيدي أولوية. بيبقى في شيء تاني، أنت كيف بدك ترجع تبني دولة؟ نعمل مثل ما عملت ألمانيا بعد الحرب الأولى، وأنا كلام على طول بردده، لأنه دايما الدول اللي بدها ترجع تبني نفسها بتبلش من عنده. بدك تعزز التعليم الرسمي. حلو. إيه بدك تعمل البرامج أنت كيف تعيدي بناء الإنسان ببلدك، تبلشي من ابن ال5 سنين كيف تعيدي بناء شخصيته. نحن ما كنا بالمدرسة كنا كل يوم نقرأ النشيد الوطني الصبح، نوقف بالصف ونعمل تراصف، يعني بيعلمونا عن نظامه، بدنا نوقف الولد ورا الولد ورا عيننا براسه، كل هيدا بيعلموك كيف تكوني نظامية بشيء. وحافظين النشيد الوطني من نحن وأطفال، اليوم مش عارفة قديش هيدا الجيل حافظ النشيد الوطني. فهيدي كلها عملية تدريب، عملية بناء للشخصية وبناء للالتزام الوطني عند الإنسان، مش الالتزام الطائفي هيدا اللي طبعا. لا ويا ريت التزام بجوهر الدين، يعني ما حدا ملتزم بجوهر الدين، يعني في أنا من نعد على الصابع اللي ملتزمين بجوهر الدين نحن. المدرسة الرسمية بدك توضع كتاب تربية، أنت بدك توضع كتاب القراءة العربي، بدك تحط كتاب التاريخ، هيدي الكتب اللي ضروري التلميذ توجهيه من خلالها، انتو تبني له شخصيته من خلالها. لما تستلم الولد من 5 سنين وبتخرج بعد 10 سنين 15 سنة او 20 سنة بتكوني خرجتي جيل صالح. هلا بتقولي تعزيز التعليم الرسمي كيف بيكون؟ بقول لك هلا مباني قد ما بدك فيه، مليان مباني. نعم. ايه بس الناس كلها حتى معلم المدرسة الرسمية بحط اولاده بالمدرسة الخاصة، لأنه بيعرف إنه فيش ضمانة إنه يتعلم، فيش ثقة. إيه بدك تعززي رواتب المعلمين حتى أنت تقدر تجيبي نخبة المجتمع يجوا يدرسوا.
مثل ما كان على ايامنا، نخبه الشباب اللي كانت تختار مهنه التعليم لانه مهنه محترمه، راتبها كان محترم، كان قادر يعيش فيه بالرياحه. الموظف كان 200 ليره يعادل 8 ليرات ذهب ايام زمان، حد الادنى للاجور، حسب 8 ليرات ذهب بيطلع 4000 دولار، حد الادنى للاجور هيدا او 3000 هيك شيء يعني. الشاهد بدك تعززي وتفصلي سلسله الرواتب اللي خاصه بالتعليم عن سلسلة الرواتب لرجال الإدارة، عملوا شيء خاص. ليه؟ لأنه هيدا أساس بإعادة بناء الوطن وبإعادة بناء شعب. طبعا في أمور تانية. نعم. طبعا هيدا الأولويات عم نحكي. نعم. القضاء، استقلالية القضاء. ايه. لأنه دائما بدك، أنا بقول المعلم والقاضي هن هول بتقلع فيهم ببناء الدولة، بدك قضاء مستقل فيه، بده يتعدل، تتعدل القوانين، تعدل لحتى يصير في استقلالية. هلا هو القانون، بنرجع القانون مقدم، قانون استقلالية القضاء، ولكن نائم بجوارير اللجان، لجنة الإدارة والعدل وغيره. مضطرة آخذ بريك، صار وقت البريك، بس قبل، المعروف عن بشرى الخليل انه الى جانب اهلها وناسها دائما، فعلا يعني انا لما كنت هيك شوي عم حضر للحلقه هيك الكل كان مجمع انه ما حدا بيدق بابها وبترده خائب او بترده زعلان او بتخيب له ظنه، الى جانب الناس بتسمع، بتجرب تحل المشاكل. يعني بشرى الخليل اذا ما حلف الحظ بالدورة الانتخابية رح تزعل وتنكفئ أو لا، هي نائبة أو نائب أو مش نائب إلى جانب الناس؟ ليك أول شيء اللي فيه طبيعة ما بغيرها، بعدين بعدني عم أقول لك أنا إنسانة كتير ملتزمة بنهج علي بن أبي طالب، كتير مش شوي يعني بتحسيه مشرج جوات، يعني لما بقى عم بياخد أي قرار بيبقى هو من جوا عم بيطلع للقرار، كيف امشي، كيف اتحرك، كيف اتعامل. نعم. مع الناس. واذا جرحت انسان بنمش الليل يعني، اذا اوقات فلتت مني كلمه فيها جرح لشعور انسان. قصة النيابه مثل ما قلت لك بعتبرها واجب وطني انا عم قوم فيه. عم قوم هلا ان صار ووصلت بكون منيح، لانه برجع بلعب الدور الثاني بالمرحله الثانيه، واذا ما صار اديت واجب الوطني لهلا، اضافي الشخصيه لإلي ما بتضيف لي شيء. يعني مكانتي انا بقول لهم هاي الكرسي اللي الي بقلوب الناس اهم من 100 كرسي بمجلس النواب، لانه بعرف الي مكان كبير بوجدان الناس. اضافه انه انا بعتبر حالي هلا ربحان، يعني انا لما الرئيس بري بيحصر معركته فيه شيء، وصار باذهان الناس كلها، حتى لما هجموا على السرفند وكانت قائمه الاحتفال معا للتغيير مش لنا نحن، قالوا نحن لانه بشرى الخليل، فكروا بشرى الخليل جاي عملوا هيك يعني. الأقاويل يعني كانت عم بتقول هيك، ليه؟ لأنه الناس شايفة إنه كأن المعركة محصورة فيه، هذا بحد ذاته ربح لإلي. مجرد الرئيس بري يفتح هول الموضوعين، واحد عمره 17 سنة موضوع صدام، والثاني عمره 7 سنين، والثاني بدينه إله مش بديني إلي يعني. يفتح هيدا الموضوع بعتبر حالي أنا منتصرة يعني. فأنا بمرحلة ربح هلا أكيد. بيبقى المرحلة الثانية إذا نجحنا بتصير ربح فوق ربح يعني. نعم. ربح ربح يعني. أوكي. خلينا ناخذ بريك. بعد البريك بدنا نحكي عن المرأة. مرشحة مرأة والمرأة الجنوبية المقاومة والفاعلة أيضا، قديش لازم تكون فاعلة، الشباب والمنتشرين، بعد هذا البريك. عودة اللي رح نبقى سوا بالانتخابات مع المرشحة بشرى الخليل، منرحب فيكي مرة جديدة. أهلا فيك. قلتي لي خلال لقاءاتك مع أهل الجنوب، وأنت بنت الجنوب المقاوم يعني اللي قدم دم. عشت عمري بالجنوب. بعرف أنت بنت الجنوب اللي عاشت بالجنوب وانزرعت بهيدي الأرض، كنت عم هيك عم بيكون في شيء لافت باللقاءات، الشباب، حضور الشباب. ليش برأيك الشباب حاطين أمل اليوم ببشرى الخليل وعم هيك يتشجعوا لحتى يحضروا اللقاءات، مع انه في نسبه كبيره اليوم من الشباب هيك نافره من السياسه بشكل عام، اهتماماتها شؤون اخرى؟ بقول لك الشباب اليوم عايشه بمأزق كثير كبير، عم يتخرجوا من الجامعات ما في شغل، عم يتخرجوا من المهنيات مع انه المهن هيدي دائما فيها شغل، برضه هلا على الازمه الاقتصاديه ما في شغل، مصدومين عبر وسائل التواصل قدروا يتعرفوا على العالم شو فيه، نحن وين كنا بأعمارهم ما عندنا هيك شيء،
فهون منفتحين على العالم ونشوفوا الناس برا كيف عايش، الشباب اللي مثلهم كيف عايش برا، حتى حواليهم بالدول العربية يعني. فصايبهم حالة يأس وإحباط لما بتيجي حدا مثلي بفشلنا خلقهم، اللي بيقولوا تفشلنا خلقنا، يعني بتحط ايدها على الجرح، بتلوم اللي عم يغلط مين ما كان يكون، توقف بوجه اللي عم يغلط مين ما كان يكون، بيلاقوا فيه متنفس هن. فعشان هيك بيركضوا علي، يعني في شباب منتمين بيجوا بيوقفوا حد بيقولوا مثلا مرقب الشارع، انا وقفت قدام محل حدا معي من الشباب بالسياره بده يشتري شيء، فشافوني شباب تحلقوا حوالي، نزلت وقفت عم بتحدث انا وياهم. شو واحد منتمي لجهه معينه يقول وشوشني بيقول لي انا لو منتمي انا بدي انتخب لك مثلا يعني. نعم. هلا هي بلاقيها بكثره، اتصالات يوميه بكثافه يعني من الشباب، بعرف انه هول الشباب عايشين هذا المأزق وحاطين امل بحدا مثله، يعني حدا عنده الشجاعه الكافيه لتحكي. اضف انه يعني انا ما عم هزله ثوابته حول الثقافه الجنوبيه العامه يعني، يعني اول شيء بنت البيئه وملتزمه فيها انا. الشغله الثانيه التزامي بنهج تشيع الحقيقه، لما بطرح انا فكري ودائما انا بستحضر الاشياء الدينيه، بستحضر التاريخ باحاديثي، هي بتلاقي ارتياح كثير عميق عندهم، مش عم تقطعيه عن جذوره ولا لاحق العصر ببعض البهرج اللي بالعصر، ما بيعني لي انا. فهيدي الشباب اللي عنده مخزون حقيقي وعنده مضمون جدي يرتاح لشخص من نوعي انا، من هيدا النوع يعني. اضافي بيقولوا لك انه ايه شجاعه بتقول كلمه ومحل ما وصلت توصل يعني، او شو ما بدها تاثر عليها سلبا ما بيهمها، انه المهم تحكي كلمه الحق، بدهم حدا يعبر عنهم بهي الطريقه هن. وحاطين امالهم انه حدا مثلي اذا وصل على البرلمان اكيد رح يطرح القضايا اللي بتهمهم، اكيد يعني بدهاش نقاش، بس هن عندهم ثقه فيها هاي. عشان هيك مثلا اليوم كنا بقعده كم شخص، ونحن مش عم نعمل لقاءات كبيره لانه عم يعملوا مشاكل هونيك، وقعده داخل بيت مش بمكان عام بحسينيه او شيء، الحسينيات كلها ممنوع عنها نحن. مصادرة الحسينيات مع انه للامام الحسين هي الحسينيات مش لحدا لحال، المفروض كلنا نقدر نعمل لقاءات فيها. ايه تفاجأت بالشباب عم تجي، صاروا الشباب بالقعده هن الاغلبيه وقاعدين، وطبعا كانوا عم بيشاركوا بالنقاش وبيشاركوا بالكلام وبيطرحوا الاشياء بدون مواربه هن، يعني الكبار بالعمر بيطرحوها باشياء هيك بطريقه، بيطرحوا المشاكل بطريقه منمقه اذا بدك، اللي بيطرحوها مثل ما هي، بحطوا ايدهم دغري على الجرح وبيكبسوا عليه. ايه فانا طبعا بيسعدني هيك شيء، وبحس انه هذا صار واجب مضاف لإلي انا، لانه هيدي الشباب ما فيك تضربي لها النموذج تبعها، يعني لا سمح الله خيب لها امالها بوقفي او بشغلي او بمهادنه او بشيء، مش ممكن يعني. طيب عم بتقول الشباب بيوثقوا فيك، انت بتوثقي فيهم؟ بتوثقي انه هن غد افضل للبنان؟ بلا بلا بلا، بس بدهم حدا يتعهدهم، اذا حدا تعهدهم وصار في ثقه متبادله بيناتهم 100%. لك شبابنا ذكي، وشبابنا متعلم، وشبابنا عم يتخرج من الجامعات بتلاقيهم وعم يبنوا حالهم بطريقه كويسه، ولكن مصدومين لانه بحسوا انه هن مش هيدا المكان الدافئ لإلهم، مش شايفين وطن يعني، مش ملاقيين وطن يحضنهم، هو شو الوطن يعني؟ يعني الوطن اللي مش قادر يطعميك، اللي مش قادر يعطيك الدواء، مش قادر يعلمك، يلملك اولادك، مش قادر، كيف بدك تحسي بالوطن بالانتماء الوطن؟ ما بتحسي وطن حقيقي، الوطن هو حضن دافئ، حضن ام، حضن بي، حضن اهل يعني. الوطن لما كل هول مش عم يعطيك اياهم بيعمل لك حاله ياس. هلا هيدا الشباب انت بدك تحتضني لهيدا الشباب، وبدك تفتحي له طريق للمستقبل اذا قدرت توصل لموقع ما، ويشعر انه في باب ساعة اللي بدق عليه بينفتح قدامه، ساعة اللي بدق. يعني بدي احكيكي شيء عن الزعماء السابقين اللي بسموهم هن اقطاعيين. واحد مثل كامل بيك الاسعد مصر كان عنده 4 ايام بالاسبوع بيقابل كل الناس بلا مواعيد، يومين بمكتب ببدار ولاله، ويومين ثانيين بمكتب بطلت الخير. رئيس بري بيعرفها هي لانه بفتره هو كان معهم للرئيس كامل الاسعد باوائل السبعينات. طيب الناس ترتاح لما تيجي بتشوف
الزعيم او المسؤول ترتاح، عندها شيء، عندها مشكله، عندها هيدا، وما في حدا شي يوم قصد بمشكله وتدونت على الدفتر وما اجاها جواب او طمشوها للناس، انه في عندهم حدا بسجل هيدا المطلب للناس، اذا قادرين يعملوا بيعملوا، مش قادرين بيقولوا والله هيدا المطرح نحن ما قدرنا نعمل هيك فيه. طيب انت اذا بابك مش مفتوح واذا انت مش قادره تستقبلي هاي العالم وتسمعي شو بدها، طيب ما انت عم تخيبي لها املها لهي العالم، ما انت عم تلعبي دور مسيء للجيل وللنشأة. هيدا هيدا مثل ما قلت لك بده احتضان. طيب الشباب بدي تتوجهي بكلمات للشباب يلي رايحين ينتخبوا ب 15 ايار، شو بتقولي لهم؟ تا حتى تقولي لهم انه فيكم تختاروا بشرى الخليل. لا هن فيهم يختاروا اكيد، يعني وفيهم يغيروا المجلس كله اذا بدهم. نعم. لانه هن اليوم نسبه الشباب، نحن يعني مجتمع فتي شاب. نعم. نسبتهم كبيره عنا ببلدنا، يعني مش مجتمع عجوز مثل بعض الدول بالغرب اوروبيه. نعم. فرنسا. لا نحن مجتمع كثير شاب، فانتوا الشباب اغلبيه موجودين وانتوا قادرين تغيروا المعادله. قادرين، يعني هن اذا بيجوا بينتخبوا بكثافه بيجيبوا اللي بدهم اياه، اي حدا بيصبوا عليه فرد سب، اذا الشباب بكل الدائره بيصبوا على شخص معين اكيد بنجحوه. فقادرين تغيروا المعادله انتم، سواء عندنا بالدائره الثانيه، سواء بسور، سواء بالزهراني، سواء بالدائره الثالثه ببنت جبيل او بمرج عيون او بالنبطيه او باي بلد، بجزين، بصيدا، قادرين تغيروا. فانا برايي المفروض ينزلوا بكثافه، وهي فرصتكم لتقولوا نحن هنا، بس تثبتوا وجودكم انه نحن موجودين ونحن ما نغير المعادله، حتى تلفتوا انظار الناس لكم، حتى هي الناس ما تقدر تتجاوزكم بالانتخابات اللي جايه. طالما في ناس مطروح اسمها كتغييريين موجودين وفي عندهم كفاءه، انا برايي لازم تنزلوا بكثافه وتختاروا الشخص الكفو اللي انتم مقتنعين انه كفو. انا مع انه دائما انه يعتبروا هلا هاي فرصتهم للتغيير، وقادرين يوصلوا لنتيجه. نعم. اذا بدنا نحكي شوي عن المراه، حضرتك مرشحه مراه، وهيك هذا شيء يعني البعض يصفه بالشجاعه من الجنوب، وهيك السيدة الجنوبية فاعلة ومقاومة وناشطة وهيك، ولكن يمكن دورها بالسياسة شوي مقلص. لا هلا انا مرشحه مش اول مره، ما عم نحكي انا من 92 مرشحه من اول دوره طبعاً بعد الحرب. طبعا بس انه قديش في مسيلات لك. ايه هلا انا طبعا انا ولا مره كنت نسويه، ولا مره طلعت بحالي انه انا عم ترشح كمره او انا محاميه كمره او انا اي دور عم بلعبه. بس انت السيدات يمكن السيدات هيك بينبسطوا انه بشرى خليل اذا نجحت انه رح تحمل هم المراه. اكيد ليكي، اي حدا بينجح تابع لفئه معينه، كان الفئه هي كلها قدرت توصل شيء، قدرت توصل رساله يعني للاخرين، وبيفتح باب. يعني مثلا بامتحانات نقابه المحامين، مش هي الدوره هلا اللي عم تنعمل اللي قبلها، النائب ملحم خلف ظهر هيك عم بيسلم علي، قال لي بتعرف شو عم بيصير معنا؟ قلت له شو؟ قال لي ما في تلميذ بالامتحان الشفوي او تلميذ سالناه عندك مثل اعلى الا يقول لنا بشرى الخليل. نعم. طيب لما انت بتكوني مثل اعلى طبعا بحملك مسؤوليه، لانه حريصه تضل صورتك بنظر هيدا الجيل مثل ما هي، يعني ما تتغير. بس هيدا الجيل لما بصير عنده مثل اعلى، هيدا النموذج، معناتها هيدا الجيل في امل فيه للمستقبل. يعني هيدا الجيل اذا بده يقتدي بحدا بيمثل منظومه قيم مثلي انا، مهنيا انسان كثير ملتزم بالمهنه وبيمارسها بشرف، بيشتغل سياسي بشرف، عنده الشجاعه يقول كلمه الحق، هيدا مهم الجيل ينظر لشخصيه من هيدا النوع كمثل اعلى. عظيم. ولكن يعني المراه في بلادي بعد في عندها كثير حقوق منتقصه، هيدا شيء ما حدا بيقدر ينكره، ويمكن من بين الامور اللي كثير مهمه مثلا نحكي عن حق الجنسيه، منح الجنسيه للاطفال، بنحكي عن الحضانه طبعا. بعد المراه اذا اتطلقت من جوزها او حتى اذا توفى جوزها بتقدر العائله كلها تتحكم فيها وبولادها، لانه القانون غير منصف لها. هيدا عم نحكي بحق الحضانه اللي هو حق مفترض يكون، يعني انه هيك انه ما مش حق هي يعني. مش هالقد الامور، مش هالقد هلا محدد سن الحضانه لنقول عند الشرع الجعفري. طيب خلينا نحكي بشكل عام، بس قادرين يحطوا دفتر شروط بعقد الزواج. نعم. هيدي النسوان ما بتعرفها. انا حكيناها وقت صارت قصه
النائب نواف الموسوي بوقتها، وصارت لأنه هي انطرحت بالإعلام بوقتها، حكينا نحن أنه مفترض قبل الزواج ينعمل بالمحاكم الشرعية دفتر شروط وينقلن للزوجين المقبلين على الزواج أنه أنتوا فيكم بهذا العقد، ما هو عقد بين طرفين، تحطوا هيدي الشروط، نقوا الشرط اللي بدكم إياه، وفيكم تنقوها كلها إذا بدكم، وتحطوها تحت طائلة الطلاق أنه إذا خالف هيدا الشرط طلق نفسي الزوجي يعني. هيك بتصير مالكة حريتها، مالكة حقها بأن هي تطلق نفسها ساعات اللي بدها، فيها تحط شرط بالهيدا، وفيها تتعدل سن الحضانة، انه انا بدي حضانة الاولاد اذا صار مشكلة لنقول الصبي للعشر سنين او طيب للثلاثة عشر سنة. هيدي مثلا انه مش كل الناس بتعرفها، يمكن انا ما بعرفها. لا مش الناس ما بتعرفها لانه ما فيش عملية تبشير فيها، ما حدا عم يحكيها، هاي مفروض تنحكى كل نهار، بتستمع انتقادات. انا كثير بنزعج انه تنتقدوا جعفر الصادق، يعني جعفر الصادق ابو الفقه كله، استاذ كل الفقهاء لكل المذاهب الاخرى، جعفر الصادق وحفيد رسول الله، يعني احسن حدا بيقدر يفسر الدين الاسلامي، هو ديننا دين عدل يعني، ما في ظلم لحدا، والمرأة كثير عززها الاسلام. بس يا ست بشرى، لا عززها الاسلام للمرأة، بس هي المشكلة مش مع الاسلام، هي لا لا بشكل عام، بشكل عام المرأة منتقصة الحقوق. ايه هلا بامريكا لا ما طلعوش رئيس جمهورية مرأة مثلا، يعني ما انت مش ببلادنا لحالها، بكل بلاد العالم اغلب القاضي بالعالم هن رجال مش عظيم. بس هلا المراه اللبنانيه بالحقوق مثل الاوروبيه مثل الامريكيه؟ لا ما كمان حسب خياراتها هي، ما وقت المراه حسب خياراتها تدعي المراه انها تختارك لان رح تحملي همها وتكافحي كرمالها. بقصه القضايا هيدي قضايا الاحوال الشخصيه انا مع تطويره، يعني مع انه سن الزواج للبنت ما يقلش عن 18. حلو، هاي شجاعه، وهي مش ضد الشرع، هاي شجاعه مني، مع انه تتفق هي وياه بعقد الزواج على حضانه الاولاد في حال صار اي حدث، سواء طلاق او لا سمح الله وفاه او اي شيء، سن الحضانه كيف بيكون لها، في كثير اشياء فيها تتفق عليها. وعلى فكره بالشرع اعطاها للمراه تفرض على الرجال يعطيها اجره رضاعه اذا بدها ترضع ابنها، ففيها تفرض عليه اذا بدها تطبخ بالبيت يعطيها اجرتها، لانه هي ما عندهاش هول كلهم مش ملزمه فيهم بحسب الشرع الاسلامي، يعني قصه الشغل بالبيت، قصه الطبخ، قصه الرضاعه، الشغلات كلها فيها تلزم الزوج يدفع لها اجر عليهم هون، يعني الشرع الاسلامي اعطاه وحمل الرجال اعباء ماديه كثير كبيره الشرع الاسلامي. انا بقول كل هول الاشياء ممكن الاتفاق عليهم، ومع دفتر شروط قبله، مع عملية تثقيف ممنهجة، يعني يكون في برامج بالتلفزيون بالأسبوع مرة، برنامج ليثقف المرأة ويثقف المجتمع ويدخل حتى بذهن الرجل هاي الأمور اللي تصير لقيها طبيعية. إذا بتقول له المرأة عمل لي وكالة بطلاق نفسي يمكن هيته بيطلقها تنهده يا غيث الدين، شو معقولة يعني، بيستصعبها الشاب. بس لما أنت بتعملي برامج وبتحكي عن هاي الأفكار وهي دينية، يعني بالاسلام مسموحه لما سمحوا فيها الفقهاء الكبار، يعني انت بتتعيب فيها ليش؟ انا مع هالشيء، مع المراه تعطي جنسيه لاولادها بشروط، مثل ما مع انه كيف الرجال لما يتجوز اجنبي وبيعطي هو الجنسيه تلقائيا، بس انا وبيعطي للزوجه الجنسيه تلقائيا، ممكن زوجي كانوا يعملوها زمان وقت الفنانات يهربوا من مصر ويجوا على لبنان، فكانوا يكتبوا لها كتاب على حي الله حدا لتصير لبنانيه، حي الله يعني قصة أوراق يعني زواج على الورق تجارة يعني مصالح. أنا مع وضع شروط بهي المسألة، حتى موضوع الجنسية ككل، يعني أنا لما جنسوا هاي رجال الأعمال كلها، حتى مرسوم التجنيس اللي عمله رئيس رفيق الحريفي كتير شوائب، وأنا مع في لجنة كانت عم تطالب بإلغاءه أو تعديله أو شيء، أنا كنت معهم بهيك شيء لأنه في كتير أغلاط يعني. بتشجع المرأة تفضل ايه، أنا مع المرأة اللي مزوجة من غير لبناني إذا هي وولادها وهي عايشين بلبنان، أنها تعطي إلا بالحق تعطي الجنسية لولادها مثل ما الزوج له بالحق يعطي الجنسية، ما بيجوز تمييز من وراء الرجال. في مخاوف ديموغرافية بتأثر على ليش ما الرجال نفس الشيء، ما عم يتجوز أجنبية وعم يعطي الجنسية لأولاده، والمرأة تجوز أجنبي بتعطي الجنسية لأولاده، ما المرأة لما أولادها عم يربوا بلبنان عم يطلعوا لبنانية، ما تفكري فهيدا حق من حقوقها، في مساواة بينه وبين الرجال بهي المسألة. بتشجع المرأة تكون فاعلة أكثر بالسياسة؟ ليكي هي السياسة طالما أنت عم بتسوسي الدولة عم بتسوسي الشعب يعني،
وطالما هالشعب هو مرأة ورجل المفروض تشارك المرأة فيه على نفس المستوى. بس هي المرأة بطبيعتها اهتمامها بالسياسة أقل من اهتمامها بشؤون أخرى. أنا مع المرأة تتجه للسياسة، وخاصة لما فيه أوضاع صعبة مثل وضعنا هلأ نحن. ما أنت بدك تقوم وبدك تكوني فاعلة لحتى نقدر نغير، والمرأة شفافة أكثر على فكرة. يعني مثلا دخلوا النسوان للقضاء، النسوان اللي بيردوش على تليفونات السياسيين أكثر نسبتهم بالقضاء من الرجال اللي بيردوا. يعني في قاضي لنقول رجال بيرد على التليفون، ما قبل كل 10 بيردوا على التليفون من الرجال يكون في واحدة من النسوان بترد على التليفون كقاضي. في شفافية يعني بالأمور أكثر. المرأة يمكن كمان نوع من إثبات الوجود، بتلاقيها بتتشدد يمكن الزيادة بالموقع اللي هي فيه. يعني أنا بشجع المرأة على العمل السياسي بالذات أن تفوت على هيدا المجال إذا لقت بنفسها الكفاءة، مش لأنه بهرج ولأنه موضة مثل هلأ. يعني أنه بصيروا يعدوا من النسوان، بصيروا يعملوا برامج خاصة للنسوان وإلى آخره، لا، فوتي بالموضوع على أساس برنامج عمل لقيامة الدولة، كيف بدنا نساهم نحن بإعادة بناء هيدي الدولة. حطي برنامج لإلك وفوتي بناء عليه، مش لأني أنا مرة بدي فوت وبدي كتر النسوان أنا ما بيعنيني. يعني اللي قاعد قدامي مرأة أو رجال بالبرلمان بيهمني شو بيقدم، شو بيطرح، شو المشروع اللي عنده. فأنت بدك تفوتي بهيدا تحت هيدا العنوان على البرلمان. نعم. نحن على أبواب اقتراع المنتشرين. بالدول العربية وبأوروبا والولايات المتحدة، أفريقيا، في نسبة كبيرة من أولاد الجنوب بأفريقيا طبعا يمكن. والقضاء سور وزهراني صحيح كتير. صحيح. أولا كيف تنظر بشرى الخليل إلى المغترب أو المنتشر اللبناني؟ لأنه تعرفي عن جد مش عم نقول سر يعني ولا شيء، بس أنه على مر سنوات كان ينظر لهذا المغترب على أنه بنك فقط يقدم الأموال. اليوم ثمة من يعمل للإنسان المغترب لحتى يردوا على جذوره، استعادة الجنسية، التواصل أكثر مع البلاد الأم، التجذر بالأرض، يعني بناء الإنسان المنتشر وصلة الوصل التي لم تنقطع يوما بينه وبين الوطن الأم. كيف تنظر بشرى الخليل إلى المغترب اللبناني الذي قدم النجاحات الباهرة طبعاً في شتى أصقاع الأرض؟ هلأ هن المغترب نوعين. نعم. النوع اللي راح على بلاده مع الأيام ما عاد أخذ جنسية لبنانية وصار ولاده وولاد ولاده وهيدا كلهم صاروا منتمين للجنسية، وهي أغلبهم هول بأمريكا اللاتينية، برازيل وغيرها وأرجنتين. في هيدا. وفي النوع الثاني لا، ما انفصل ولا لحظة عن وطن الأم، اللي هن مغتربين بأفريقيا. بأفريقيا لا، بقى تواصل دائم يعني. وهن على فكرة بالمواسم السياحية هن أعلى نسبة سياحة هن اللبنانيين اللي بيجوا من برا، واغلبهم بيجوا من بلاد افريقيا. هلا انا مع اعادة ربطهم، لانه انت عندك لنقول لبنانية كانت رئيسة مجلس النواب باحدى دول امريكا اللاتينية. نعم. لبناني صار رئيس جمهورية، لبناني صار مدير شركة من اكبر الشركات بالعالم باحدى البلاد، كذا عندك لبنانية هيك. ربطهم بالوطن الام شغلة كثير مهمة، عندك لبنانية بالنازع، عندك كثير شغلات. ربطهم بالوطن الام طبعا كثير مهم، لانه انت هون ثروه لإلك وسفراء لإلك بالخارج، تستفيدي من الدوله بتستفيد منهم يعني. انا كان عندي اختي دكتوره سلوى الخليل الامين، اذا سمع فيها. دكتوره سلوى كانت عامله ديوان اهل القلم، كانت تتكرم فيه اللبنانيين المبدعين برا. يعني مثلا عشي اللي بالنازا، مثلا سيدي عبد الباقي اللي كانت رئيسة مجلس نيابي بإحدى دول أمريكا اللاتينية، فعنا كانت ست رئيسة وزراء بعتقد أو بأستراليا أو بكندا هلا أنا ناسية، كانت تدعيهم على لبنان وتعمل لهم احتفالية كبيرة برعاية رئيس الجمهورية وتجيب لهم أوسمة من الرئاسة، مش على أيام الرئيس هون من قبل. هلا شوي هيدي على الوضع يعني، ما عادت عملت نشاط جديد هلا. أنا مع هي عملية الربط اللي عم بتصير، في وسائل كثيرة لها. الوزير باسيل فات فيها لما عمل وزير الخارجية هيدي الشغلات. أنا مع هالشيء، لأنه عم تستفيدي منهم، أنت ما عم تعطيهم شيء، هن عم يعطوك.
نعم، اولاد اخواتك كمان مغتربين لامعين. دكتور محمد بيضون، دكتور علي بيضون. هلا دكتور علي يومي 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 بده يتلفن وبده يحكي معي بالسياسه الداخليه اللبنانيه، شو عم بيصير بالانتخابات، شو باي حدث لبناني. دكتور محمد نفس الشيء، يعني قاعدين بامريكا وراحوا صغار على امريكا، ومع ذلك مرتبطين ارتباط وثيق بكل تفاصيل الاحداث اللبنانيه، كثير يعني بيعرفوا بيتابعوا كل شيء. دكتور محمد اللي عمل عمليه النخاع الشوكي صحيح، تابعنا هذا الشيء كلنا على مواقع التواصل وافتخرنا. طبعا اكيد. دكتور علي طبعا لا يقل اهميه عن دكتور محمد، كمان جراح دماغ وعمود فقري بجون هوبكنز. دكتور محمد بمايو كلينيك، كل واحد مطرح هلا عملوا فرع لمايو كلينيك بدبي بعتقد باشرافه للدكتور محمد، وفي اطباء عم ياخذ اطباء لبنانيه كثير كمان على المركز. دكتور علي نفس الشيء بجون هوبكنز اللي هون كليمونسو، في تواصل يعني وفي مسؤوليه معينه له عليه. على كل حال لبناني وين ما راح ببدع. شو بتقولي للمغتربين يلي رايحين ينتخبوا؟ هلا هن كثار سجلوا هالدوره هاي اكثر بكثير من الدوره الماضيه. صحيح، محمسين. انا بقول لهم هيدي مهمه عليكم، مهمه وطنيه، وانتم عم تخدموا لبنان فيها، وانتم حرين برا اكثر من هون، يعني هون في وسائل ضغط عديده، انتم هنيك بكامل حريتكم. انا بقول لهم قادرين تختاروا الانسب، انتم عايشين ببلاد فيها ديمقراطيات بشكل او باخر، يعني خاصه اللي باوروبا واللي بامريكا، يعني فقادرين تميزوا انتم بين المرشح الصالح اللي ممكن يخدم الوطن وبين المرشح اللي كان سبب بالماساه اللي نحن فيها اليوم. فلازم تعرفوا تختاروا، ولازم شهادتكم تعدل الكفه بلبنان بشكل او باخر. وبعتقد في حماس عندهم كثير، يعني عم تابع انا عم تواصل معهم، يعني بيتواصلوا كثير، ما عرضوا علينا يعملوا مندوبين لنا، في ناس ما بنعرفهم وعرضوا يعملوا مندوبين لنا ببعض الدول برا كمان. ف يعني هيدا وطننا بالاخر. طيب نحن حلقتنا خلصت، بس بدي بالاخير كلمه بشكل عام للبنانيين التعبانين اليأسانين يلي في قسم كبير منهم عم بفكر ما يروح ينتخب، يقعد بالبيت، لا ينكفي لانه تعبان، ولا اللي بدائرتك يلي رايحين ينتخبوا نهار الانتخاب. انا بدي اقول لكل اللبنانيين، اذا قعدت ببيتك انت مش عم تقدم اي شيء، يعني انت اذا زعلان ومتضايق من الوضع انت بتكون ساهمت فيه لهيدا الوضع وساهمت باستمراره، لا بتروح وبتعبر عن حقيقه رايك بصندوق الاقتراع، لازم تظهر ولازم تعبر عن رايك، هي فرصتك، يعني هذا الاستحقاق الوحيد اللي هو الشعب اللي بينفذه يعني بقوم فيه. فمن واجبك انت، واجبك تجاه الوطن، واجبك تجاه ضميرك، وانك انت تروح وتنتخب، بس مهم انت تعرف كيف تختار. اذا انت متضايقه من الناس اللي وصلتك لهون، اختار اللي هن ضده، والمجال مفتوح، لانه ما في لائحه للسلطه الا في مقابلها لائحه او اثنين او ثلاثه للناس التغييريين، قادر تختار، يعني الهامش واسع عندك. والجنوبيين الجنوبيين يا يعني انتم يلي قتلتوا اسرائيل، يلي كسرتوا لنا راسها اسرائيل، انتم ما وصلت تخافوا من حدا يعني. واللي تابع لنهج اسمه علي بن ابي طالب، وتابع بيقرا عاشورة على مدار السنه كل يوم كل يوم كل يوم، حلنا نستفيد من هيدا الدرس، وحلنا نقتدي نحن بأئمتنا العظام اللي وقفوا ضد الغلط، وبالكلمة الشهيرة الإمام علي الساكت عن الحق شيطان أخرس، ما تكونوا شيطان أخرس، لا انزلوا وقولوا كلمتكم اللي أنتم مقتنعين فيها، واشهدوا شهادة الحق بصندوق الاقتراع. شكرا لك المرشحة بشرى الخليل، وأهلا وسهلا فيك، نورتينا وهيك موفقة. ميرسي، كل التوفيق لك بمعركتك، وهيك ان شاء الله بنستقبلك بعد الانتخابات، بنقول لك سعادة النائب. يا بدون سعادة النائب. نائبة. نائبة. انا مع بدك التأنيس. مع انه هي باللغة العربية بتعني اشياء ثانية. لا لو كل كلمة بالدنيا بتعني اشياء اكثر من معنى، لا انا مع التأنيس هون. النائبة بشرى الخليل، طبعا. اهلا وسهلا فيكي. شكرا لك وموفقة ان شاء الله. شكرا لكم. شكرا لحسن متابعتكم، رح نبقى سوا بالانتخابات، الى اللقاء.